مالغري المرض هذا قريت على روحك انت قريت ونجحت انا قريت معناتها بصعوب بالنسبه للباركور نتاع القرايه نتاعي قريت بصعوب علاش؟ خاطر كان قبل البروفيت ماك تعرف في ليكول ولا في الليسيف بدو يشوشوا الكل انا ما نجمش نعطي كونترول الروح وقت اللي انا نجم وقت اللي نرتاح نعمل فيتيك دور البروف تقول لي حمزه هز باش وخرج فهمتني مثلا نعمل هكا في ليتيك تسخرني معناتها انا نفير نفسروا مش بابا يفسر مش مع جماعه كانتش معامله به ما كانتش معامله به La cause de ce syndrome est inconnue, mais les recherches les plus récentes penchent pour un trouble neurologique d'origine génétique. Denn die Krankenkasse zahlt die Therapie nicht, eben weil Cannabis in Deutschland illegal ist. Doch ohne die Droge ist der Hartz-IV-Empfänger arbeitsunfähig. Und ohne Arbeit kann er sich den Stoff nicht leisten. Ein Teufelskreis. Oft ist er tagelang ohne Medikamente. والله دكتور تخلقت برشا ديما نحس فاشل ديما ريقل وحتى خواتري الدير عندي انتوليرونس في معدة هذوما البيوت تعطيكم كما الاخرى تحاولوا فيهم يعني موجودين في تونس وقتها قلت لك انا كان فما امكانيه باش تجيب الكانابينويد نعاونك فيه تو برشا تجارب وراك اللي الكانابينويد ينجم يعاونوا برشا في الحركات قدمت رخصة في وزارة الصحة ولقيتها بخسك عام نستنى ما فما شيء ماك تعرف عملت مظاهرات وتعديل في التلفزيون والراديوات واجتماعات ومشيت حتى لمجلس النواب وشيء متبدل معناها مازلنا ما نعرفوش بالضبط باركي البي معناها شنو الطريقة اللي دو المبدا هذه تعاون انا لقيت واحدة تشبهني تشرف هاي تك 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 يا مو تك 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 تيك تيك هلا 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 يا بابا كيف تعمل في التيك كيف اعطاني تريحه فهمتني ومن قدام داري فهمتني قدام داري فرحوا بي في العاده الناس تفرح بالشرطه المرعبه هما فرحوا بي غير انت مليل اللي يسحبوك اش تعمل اش قال لي هو تتشوح بون في المانيا وفرنسا حاجه اخرى معناتها عيشه اخرى وعالم اخر ومش كيما تونس جمله واحده معناتها ما فما مانيش منبوذ ما فماش حقره ما فماش ناس تبعد منك في الشارع ما فماش ناس تضحك عليك فهمتني باغونت لقيت حياتي فهمتني بديت نداوي فرحوا بيا بعيد وانه عنده الحق في 4 ساعات عمل حالته الصحيه والمرض نتاعو ما يخولوش حقيقة وأنه يشتغل 4 ساعات يعني فيو الكريز اللي عنده حتى ساعة ما نجمش يشتغلها الوحيد اللي يقدم رخصة للعلاج لاستعمال القنب تحديدا كدواء للمرض اللي عنده إلى يومنا هذا الرخصة هذه ما جايش رد نعتبروها الأغلب رفض باش نعاودوا توا في نعاودوا نصبوا مطلب آخر للحصول على الرخصة وهون باش نمشيو في الاجال وبطبيعه الحال في الاجراءات القانونيه اللازمه الكل لمقاضاه وزاره الصحه في حاله الرفض. شيء منفع. للطب ودويتهم للعرافه بكتيبتهم. امي وجهها لخلخ.
ضحكتها صفرت، سلمت في الشيخات، اللمات، القعدات، حياتها الكل رمزي 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 رمزي. الحالة مستقرة، الحالة ماشية وتزيد. أنا هوني نظر إني أنا القمع، القمع استفحل في الشعب، فهمني؟ من كل المعطي النواحي، ونذكر بالأساس فهمني القانون المتوحش، قانون 52 اللي هو فهمتني يجل الناس للحبس بدون أي جريمة، فهمتني، على غير أنه عبد استهلك مخدرات، فهمتني، على أنه معناتها في الآونة الأخيرة فهمتني ما عادش سمعتوا الناس الكل اللي فما شبان في الولايات الكيف حكموا عليهم ب 30 سنة مجرد أنهم تعطيهم مادة مخدرة، اللي هي المادة المخدرة تتباع في الفارماسي، دونك فهمت سي كوا لا ديفيرونس. في ظل هذا كل دوايا أنا تشوفوا فيها عندي مرضي سندروم جي دو لا توغات، الدواية نتاعي يهز الحبس، معناتها غدوة أنا كان نجبد جوندا نكيفها نمشي للحبس.